استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه. ايش فوائد الاستغفار؟ يقول ابن كثير رحمه الله: من لزم الاستغفار يسر الله عليه رزقه، وسهل الله عليه امره، وحفظ الله له قوته وشأنه. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل له الله من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. نستغفر ونكثر من الاستغفار. أسأل الله أن يسر أمورنا ونجعلنا إياكم مفاتيح الخير مغاليق للشر.